يعرف بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت بأنه صاحب أكبر مؤسسة خيرية، لكن وراء هذا الوجه الخيري وجه آخر شرير، فهو لا يسمح لأن ينجح أحد حوله أو ينافسه، بل أنه يقضي على الجميع دون رحمة. كان لدى غيتس منافس قوي في السوق وهي شركة نتسكيب، والتي اتجهت لاختراع أول متصفح عبر الإنترنت في التاريخ. وهنا شعر غيتس بالخطورة وظهر الوجه الشرير ليبتكر متصفح إنترنت إكسبلورر ويعقد تحالفات ليكون المتصفح الأساسي في أول عملية احتكار بسوق التكنولوجيا. وعلى مدار سنوات دمر بيل غيتس الكثير من شركات منافسيه ومارس الاحتكار حتى أصبحت جميع البرامج في نظام التشغيل ويندوز تابعة له، مما دفع رؤساء شركات عديدة بتقديم شكاوى فيها أمام لجنة الاحتكار بالكونغرس الأمريكي. وبالفعل أدين في ذلك وفرض عليه عقوبات مالية ضخمة، وبعد صراعات كثيرة قرر في النهاية ترك منصبه كرئيس تنفيذي لمايكروسوفت والتوجه إلى الأعمال الخيرية. فهل برأيك كان بيل غيتس ملياردير شرير؟ للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.